امي الدكتوره الصيدلانيه المحترمه بقيت في الحجز بقى لها يومين بسبب ان انا ابويا متهمها ان هي حرقته. انا اسمي سلمى محمد فؤاد الشكري، بنت الاستاذ محمد فؤاد الشكري، بنت الدكتوره سحر عبد الهادي عبد الحكيم. دلوقتي انا امي بايته في الحجز بقالها يومين. امي الدكتوره الصيدلانيه المحترمه بايته في الحجز بقالها يومين بسبب ان انا ابويا متهمها ان هي حرقته. يعني بعد 14 سنه جواز متهمه انها حرقته، تمام؟ انا دلوقتي انا مش عارفه اتصرف ازاي، انا كل خال ليا في بلد ومش عارفه اتصرف ازاي ومش عارفه اروح فين واجي منين. وبيتكلم وبيقول ان هي عملت فيه ووعدت له بلطجيه وان هي ولعت فيه. يعني في واحده بعد 15 سنه جواز ودكتوره هتولع في جوزها؟ طب هتولع في ليه؟ ثلاث سنين مش عارفة تتطلق منه. اشمعنى هتيجي دلوقتي تحرقه؟ اشمعنى هتيجي دلوقتي تلبس نفسها مصيبة؟ يعني هتخليني انا بنتها يتقال عليها ان امها حرقت ابوها بذمة جنيه دي؟ ربنا بقالها 14 سنة بتعالجه، خش في حياتي اكتئاب، نوبات اكتئاب مستمرة، بنلف على كل الدكاترة وهسيب لكم روشتات. بيروح لكل الشيوخ، مش بيوهم نفسه بحاجات وعنده اكتئاب ومستحملاه، هتيجي على اخر الزمن تعمل فيه كده؟ انا امي اللي عمرها ما دخلت مركز محبوسة ولا يومين في المركز. انا كل اصحابي بيتسحروا في بيوتهم وسط اهاليهم وفرحانين برمضان وبيتسحروا وبيفطروا سوا على طبليه واحده، وانا امي بودي لها افطارها في المركز عشان ابويا متهم ام بنته انها حرقته وانها ولعت فيه، واحنا اصلا ما كناش موجودين وقت الحادثه. هو اللي رمى بنزين، هو اللي ولع علشان يطرد اللي في الشقه. شقتنا احنا مرميين في شقتين، احنا مش عارفين نقعد فين. مش عايزه غير حق امي، انا مش عايزه غير حق امي يرجع بعد كل سنين المرمطه اللي قضيتها معاه. وبيقول عليها انها موتت اختي لان هي كانت حامل وسادت، بيقول عليها انها خدت رمضان وخدت برشام وموتت اختي. يعني في دكتوره محترمه تعمل كده؟ اشمون كلها عارفه بسمعتها وعارفه بسمعت دكتوره سحر، بتيجي سيرتها محدش بيقدر يقول كلمه. على اخر الزمن او منتهى هيتكلم عليها كده وهيقول عليها كده. انا كل اللي عايزه اعرفه انا هبص في وش اصحابي ازاي، هبص في وش اصحابي ازاي لما يقولوا لي هو انت ابوكي فعلا اتحرق؟ ابوك مامتك اللي حرقته؟ انا مش عارفه هو ليه عمل فينا كده. انا مش عارفه هو دلوقتي اصحابي هيبصوا في وش ازاي ولي انت مامتك كانت محبوسه في المركز بسبب ابوكي. انا حقيقي انا مش عارفه اقول لكم ايه، مش عارفه اتكلم. انا كل اللي انا عايزاه ان حقي يرجع، عايزه هاشتاج حق سلمى يرجع، مش حق سحر، مش حق محمد، مش حق اي حد، مش عايزه غير حقي. عشان انا اتظلمت لما ابقى كل اصحابي في دروسهم وسط اهاليهم وانا متمرمطه في المركز بين امي وبين ابويا اللي محروق في المستشفى، وانا مش قادره احس ان هو ظلم امي. قلبي وجعني بس مش قادره احس ان هو ظلم امي، مش قادره. يعني هو معقول انت بتاخد برشا مش كويس زي ترامادول وزي الحاجات دي؟ معقول توصل بيك لدرجة ان انت تأذي حتى لو طليقتك ام بنتك، تأذي ام بنتك هيبقى شكل ايه قدام الناس؟ انا همشي في الشارع ازاي؟ لما ابويا يبقى بيتهجم على امي انا همشي في الشارع ازاي؟ انا مش عارفة انت بتفكر ازاي. انا مش عارفة، انا عايزة
Thank you.